بعد يوم طويل في الصيدلية، واحد داخل عليك الساعة 12 بعد نص الليل ويقول لك: لو سمحت يا دكتور، عايز قطرة بليجيكا، واللي معروف عنها انها بتضيع. يا راجل فانت حاولت بحسك الامني تسأله عشان تعرف منه هو محتاجها ليه، فقال لك: محتاجها لفحص قاع العين يا دكتور. بيه صايع، ما هو صايع. طب قبل ما تصرفها انت تعرف عنها ايه؟ يا ابوح سعادتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ بكلمك انت طبعا. البلاجيكا او السايكلوبنتوليت واحدة من القطرات اللي بيستخدموها لتوسيع حدقة العين. استخداماتها بقى ببساطة إن دكاترة العيون بيحتاجوها عشان فحص قاع العين. بيحطوا قطرة مرة كل 10 دقايق، وبيتم الفحص بعد أول قطرة ب60 دقيقة. شكلك فاهم يا نصر. اقرأ، اسمعوا، اقرأ. عامة يعني هو ده نوع من أنواع التهابات العين، وبتبقى الجرعة بتاعتها قطرة 3 مرات في اليوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آخر استخدام للبلاجيكا إن لو حد حصل له تسمم بالأدرينرجيك دراجز بيبدأوا يدوله السايكلوبنتوليت عشان يعالجوا الأوفر دوز بتاع الأدرينرجيك دراجز. محسوب. أنا قاطعتك أسكرتين مضلين. جاي تقول لي القطة الخمسينية، كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعب ده، كلمونا بالهجايص. أكلمك بالهجايص؟ يمكن نفهم أي كلام بس. طبعا تعليمات عند الاستخدام زي غسل الايد كويس، وانك ما تعرضش القطره للتلوث، ولو قطره عدى عليها اكتر من 14 يوم بيفضل ان هي تترمي، ولو انت بتستخدم عدسات فيستحسن انك تشيلها قبل الاستخدام، ولو بتستخدم كذا نوع قطره تفصل ما بينه من 5 ل 10 دقائق، اما لو في اطفال فيستحسن ان احنا نثبتهم كويس في مكانهم قبل ما نستخدم القطره عشان ما يتحركوش والقطره مفعول هيروح. نيجي بقى لجزء السايد افكتس بتاع السايكلوبنتوليت. اول حاجه increased eye pressure، يعني زياده في ضغط العين، وده بنسميه مرض الجلوكوما. ده نهار ازرق يا استاذ. انا متشائم. تاني حاجه الاريتيشن والاي ريدنس، بيحصل زي تهيج شديد في العين، فالشخص بيفضل يدعك في عينه لدرجه انه وصلها للاحمرار، وهو ده الاي ريدنس. يا بابا عيني يا حبيبي يا ابني، الجزئية الرابعة blurred vision، يعني رؤية مش واضحة خصوصا الحاجات القريبة، لان زي ما احنا عارفين ان السايكلوبنتوليت بيوسع حدقة العين فيخليك تشوف الحاجات البعيدة. بيحصل inflammation في منطقتين، منطقة الكورنية القرنية بتاعت العين، والمنطقة التانية بيحصل inflammation في منطقة الكونجنكتيفا، ده غشاء في العين مسؤول عن عملية اللوبريكيشن او عملية غسيل العين. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانت هبله انت وعيالك، وقال لك اغلق عليا. ها